السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية عايز أوجه تحية من القلب لرجال وزارة الداخلية المصرية. قريت امبارح خبر القبض على ما يسمى وحش الكون بين قوسين، أم وثلاث بناتها بيبثوا محتوى غير لائق على التيك توك. وبصراحة احنا عايزين كلنا نتحد في مواجهة كل من يضر بمروءة ونخوة شبابنا، واحنا طبعا متابعين الجنون اللي بيحصل حوالينا. عايزين شبابنا اللي هيبني الجمهورية الجديدة، شبابنا خير أجناد الأرض، نقاوم كل من يبث في قلوبهم عدم المروءة والنخوة والجدعنة المصرية. فتحية من القلب لأبطال وزارة الداخلية المصرية على هذا الخبر الجميل. يعني عايزين نشتغل مع بعض، نستعيد قيمنا المصرية الأصيلة. الحقيقة ما بين معركة اليرموك ومعركة البيجر، معركة اليرموك من المعارك اللي خدت مني سنين قراءة وبحث وفي مراجع أجنبية. ازاي خالد بن الوليد وجيش مكون من 36 ألف واحد انتصر على جيش الإمبراطورية الأعظم في هذا التوقيت، 240 ألف جندي. هرقل حشد 6 قوميات أوروبية تحت السلاح، يعني كانت حرب عالمية الحقيقة. وما تقوليش وقتها ما كانش فيه طيارات، ما كانش فيه أسلحة نووية. الفكرة مش في طلاقة القوة، الفكرة طول الوقت في كيفية التعامل مع فرق القوة، فرق القدرات مش القوة المطلقة. الحقيقة أنا ذكرت المعركة دي جامد، اللي كانت على مدار 6 أيام. في أول 4 أيام الروم شنوا هجمات قوية جدا على ميمنة، خصوصا على ميمنة جيش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص، عشان الجاهل اللي طالع يقول لك عمرو بن العاص مش عارف ايه وهو ما يعرفش حاجة عن ضوفر عمرو بن العاص الحقيقة، يعني جهل جهل جهل. بس دي اللي عملته فينا السوشيال ميديا، بقينا بندي ودننا لمن لا يستحق. يعني عمرو بن العاص بفرقته صمد صمود رهيب جدا. بعد 4 أيام هجوم الرومان في اليوم الخامس بعتوا يطلبوا هدنة. هنا خالد بن الوليد أدرك إن طلبهم للهدنة معناه انخفاض روحهم المعنوية، رغبتهم في القتال، إرادة القتال. إحنا رهنا كله بسبب فرق القوة اللي مش في صالحنا على إفقاد العدو إرادة القتال، أن يفقد إرادة القتال. رفض خالد بن الوليد الهدنة. وفي اليوم السادس بمجرد ما عمل هجوم مضاد برضه باتجاه ميمنة الجيش المسلمين اللي باتجاه ميسرة بقى جيش الروم، انسحبوا وجريوا. مع الانسحاب حصلت الخسائر الكبيرة فيهم. الارض ما تزلزلتش على اساس ان احنا مسلمين وهم الروم تحت منهم. الايمان ادى ثبات. كان في حمية عربية، كان في حمية عربية كمان، بدليل اللي قاله ابو سفيان. قال لك ان احنا كنا بنروح لهم كتجار مذلولين، وكانوا بيتنططوا علينا وبينفخوا نفسهم علينا كده زي بايدن وكيربي وجاك سوليفان. افتكرت دي وانا بتأمل تكنيك نتنياهو في الاسبوع اللي فات، بداية من معركة البيجر، ضربة قوية جدا. 1500 واحد بالحد الادنى فقدوا عينيهم ودراعهم، وبعد كده اللاسلكي، وبعد كده قتل 15 قيادة من حزب اللا، كل ده. ثم غارات جوية مكثفة وراها اعلان كاذب ان حزب الله فقد نص قدراته الصاروخية. الهدف كان من كل ده كسر الارادة، كسر المعنويات. الحقيقة بعد كده اثبت حزب الله ان هو امتص الصدمة الاولى، زي ما طبعا القياس مع الفارق، انا بقولش ان دي زي دي وان دول هم دول، لكن انا بدي اقرب شبه. امتص الصدمة الاولى وبدأ يصعد عملياته وصولا للصاروخ قدر واحد، وهو مش عمل عسكري على قد ما هو رسالة سياسية بالنار. صاروخ قدر واحد اللي ضرب النار ده صوب مبنى الموساد. خبر 40 ألف مقاتل من اليمن والعراق وسوريا بيحتشدوا لدعم نصر الله اذا اراد، ده خبر مهم جدا وسيكون له ما بعده. فمش الايمان اللي زلزل الارض، ما حصلش زلزال تحت جيش الروم، لكن الايمان ادى ثبات، ادى يقين، ادى بطولة. لكن كمان كان في التخطيط والصبر
والتخطيط العسكري والصبر والثبات. الثبات الثبات، احنا العربي بطبعه اكثر صبرا، عنده قدرة كبيرة على الصبر وتحمل الجلد، الجلد وتحمل الكريهة. احنا اهل الكريهة الحقيقة، والحقيقة احنا في ايام العرب رافعين السلاح دلوقتي ضد عنجهية ضد بلطجة. اوعى تتعود ان على مشهد ان اطفال العرب بيموتوا، 40,000 شهيد في غزة، شهداء اطفال في لبنان، اوعى تعتقد ان هذا المشهد هو طبائع الامور، هو ما يجب ان يكون، هو الواقع اللي لازم تستسلم له وتتعايش معاه. الرئيس الايراني تصريحاته كانت في الامم المتحده، احنا مع السلام، احنا تصريحات دبلوماسيه، في المقابل ان مرشد ايران النهارده قال لك حزب الله منتصر، وحزب الله امتص الضربه الاولى، ودي لعبه سياسيه قديمه ان تبرز احد المؤسسات صوره دبلوماسيه، صوره مرنه، صوره محبه للسلام، ومؤسسه تانيه في نفس الدوله تظهر التشدد. فخامنئي طالع بيظهر تشدد وبيظهر دعم قوي جدا لحزب الله كمؤسسة ولاية الفقيه، بينما الرئيس الإيراني بيظهر السياسة وحب السلام والمرونة والاستعداد للتفاوض. فدي لعبة معروفة يعني، لكن على الميدان هو اللي هيتحدد مستقبل وملامح ما هو قادم. تاني بكرر دعوتي، اوعى تتورط في نشر اي حاجة مسيئة لبلدك في التوقيت ده، كل وقت وليه أذان. وتاني انت يا حسام اللي بتقول الكلام ده، وانت كنت وكنت وكنت، ايوه يا سيدي والله، ما عشان انا كنت اللي كنت وكنت وكنت، عرفت كيف ان الاجهزه المعاديه ممكن تبني خططها على ما تتورط في نشره على السوشيال ميديا. اجهزه كامله معاديه ممكن ترمي تصورها خططها، ترمي لها في دماغها الفكره ضد بلدك على اللي انت ممكن تنشره على السوشيال ميديا، ويتوسع الامر ويشكل راي عام. مرحله يناير 2011 انتهت. انتهت. الزومبيين بس الممولين هم اللي مش هيخرجوا منها، لانها في يوم من الايام وصلتهم للكرسي. احنا لازم ندرك هذا. بكرر تحياتي لوزاره الداخليه المصريه، وبكرر دعوتي اوعى تتورط تنشر اي حاجه مسيئه لبلدك. لو في حاجة مش عاجباك توجه بالشكوى غير المعلنة في الطرق الرسمية. جبهتنا الداخلية موحدة، بنظهر دعم واضح لقياداتنا والجيش في بلدنا. وتحيا مصر وعاشت الأمة العربية والعروبة